هذا البرنامج برعاية تمانية من كل 10 أمهات بيفضلوا صابون الديتول عن أي صابونة بريحة لحماية أولادهم من الأمراض. علشان كده في 8 أجازات عيلتك طلعتهم في معادهم زي ما وعدته وخططته من غير ما تتأجل أو تتلغي في آخر لحظة عشان حد تعب. قصاد أجازتين اتقضوا في البيت لأن الولاد سخنوا. خليكي من 8 أمهات المطمنين بحماية الديتول لأن صحة أولادك تستاهل الفرق. كريم فام الجديد لإزالة الشعر بتركيبته المتطورة مش بس بيزيل بنعومة وسهولة أصغر الشعيرات في 3 دقايق، ده كمان معاه لوشن بخصائص البي اتش اللي بتعيد للبشرة توازنها ونعومتها. فام ببشرتك تهتم. الآن عرض فام الجديد 20% زيادة مجانا وبنفس السعر. ساعدوني، الكلور مش راضي يشيل البقعة. تيشيرتات ابني بتاعت الكورة دايما عليها بقع، عمري ما عرفت احل المشكله دي بالكلور. هوريكي ازاي تستخدميه. حطي فانش على البقعه وبعد كده حطيه في الغساله. شفتي البقعه اختفت. سقي فانش وانتي البقعه. الآن شامبو دابر أمل الجديد متوفر بتغذية زيت دابر أمل، حيث تقوم البروتينات والفيتامينات بتقوية شعرك من الجذور إلى الأطراف لتكون الجذور أطول والشعر أطول أطول وأطول 3 سنتيمترات في 3 شهور. شامبو دابر أمل، جذور قوية لشعر أطول. خليك براحتك، عايزة راحتك يا أغلى الحبايب. تشوفهم تقول فولة واتقسمت نصين، نفس الطبع واللبس والحركة والإيدين. حبيبة أمها أصلها تربية سنين، وعلى رأي اللي قالوا اقلب القدرة على فمها تطلع البيت. مثالنا واضح، مش محتاج تلاكيك. إيه الكلمة اللي بدل الكلمة وهتبدلها بكلمة وتكسب معانا واحدة من جوائزنا؟ اتصل على الأرقام اللي موجودة على الشاشة وانت في إيد أمين. فاز معانا الأسبوع اللي فات. مسابقة الأمثال إيد أمينة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. قصص وحواديت كتير ورا كل واحد منهم. أهلا بكم من أحلى مكان في مصر، من كل حتة في مصر. يا حيل احنا في أسوان، أبو إيه في المنوفية، مش فارقين طبعا. احنا مش في إيطاليا، احنا لسه على البحر في سهل حشيش. من السويس بلد الغريب، بس النهارده احنا جايين من اجمل ريف من ارياف مصر، ريف سقار. نعمل حلقات لذيذه جدا عليهم، شويه كتير مشلتت الا على اصله. من البلد الجميله الشرقيه، احنا في اسوان اجمل مدن الدنيا، جنب البحر الميت كده في ابو قير. برضه واقفين عند اقدم عطار في مصر الجديده. يا حيل يا حيل، يعني بحر متوسط. احلى الاوقات معانا من الريف زي ما احنا عارفين، من سويقي بالمشط في المنوفيه. عندنا اسماء الله من الغردقه، هنعمل كزبريه سمك طعم بلدنا الجميل. من بورسعيد، اي محافظه في مصر موجوده برضه. بالريشه والالوان نرسم ونبدع، وبالفانيلا والزعفران حول السكر لأزهار والأكلات لإبهار. مطبخنا مدينة أحلام مبنية بالزعفران والفانيلا. زعفران وفانيلا مع غادة التلي في الأوقات التالية على CBC سفرة. بقول حضرتني، هو احنا بنصور برومو مسلسل ولا برومو برنامج؟ لا احنا بنصور برومو هي وبس. كلميني بقى كده عن الفاشن. الفاشن فيها وبس مختلف، مش احنا بنتكلم عن الفاشن والموضه والجمال والالوان الحلوه، لكن كمان بنوريكي الطريق هتلبسي فين وايه وليه وازاي. كل ده فيها وبس. وبالنسبه لها هي بتكلم عن جمالها، هي بتكلم عن نفسيتها، هي بتكلم عن صحتها، هي بتكلم عنها هي. وده طبعا فنجان قهوه. مع أول فنجان قهوة هنتكلم عنها هي، هنتكلم عن حياتها وبيتها ومشاكلها. عمرنا ما هننسى علاقتها بحماها وكمان حماتها. طب والحلم؟
حلم كل واحدة فينا مش في لبسها، حلم كل واحدة فينا في جسمها، فهي وبس هتعرف تحقق حلم. ما نسيتش حاجة قبل ما امشي. نسيت أهم حاجة، هي وبس ليكي انتي وبس مع رضوى الشربيني. هي وبس مع رضوى الشربيني على سي بي سي سفرة. هذا البرنامج برعايه